طيب هنبتدي اول وصفه بعض النهارده بوصفه الرز بالبطاطس واللحمه، وصفه لذيذه ومن الوصفات اللي هيحبوها الكبار والصغيرين، لان فيها لحمه مفرومه وفيها بطاطس، والكبار والصغيرين بيحبوا البطاطس. فيها وصفه خفيفه ولذيذه كده. عشان نعملها عايزين نص كيلو لحمه مفرومه، عايزين واحد بصل، واحد بطاطس مكعبات صغيره، ملح وفلفل، رشه بهارات، رشه جوزة الطيب، عايزين 3 كوبايات رز، واتنين معلقه كبيره سمنه، واحد معلقه صغيره كركم، واحد مكعب مرق، ملح وفلفل، وللوش لو حابين تحطوا مكسرات بتقدروا تحطوا النوع اللي انتوا عايزينه. طيب انا هنا حطيت السمنه، هحط دلوقتي البصل. طيب انا هنا حطيت البصله، هحط البطاطس، وهنقلب شويه البطاطس عشان انا عايزاها بس تستوي نص استوى كده بس في التحمير يعني. اللحمه بقى المفرومه انا علشان اكسب وقت عصقتها بره، يعني حمرتها بره، فبالتالي احنا دلوقتي بعد ما عملنا البطاطس كده المفروض نحط اللحمه، فاحنا هنحط اللحمه بس هنحطها مستويه علشان نكسب وقت. طيب هناخد بقى دلوقتي اللحمه المفرومه اللي عندنا زي ما اتفقنا، وزي ما قلنا احنا بس حمرناها كده علشان نكسب وقت. نحط بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا، عندنا شويه ملح، هحط بس ملح كده مش اكتر علشان خاطر هنحط مكعب مرق، هنحط شويه فلفل، وهنحط مكعب المرق. طبعا لما احط بقى الميه الكلام ده يعني مكعب المرق هيدوب وهينزل بقى في الرز وكل حاجه، هيدخل على الرز قصدي يعني. الرز بتاعنا هنا هو اللي انا عايزه احط له شويه كركم والبهارات ورشه جوزة الطيب، وهنقلب، وطبعا شويه ملح صغيرين يعني برضو، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. يلا هناخد بقى الرز دلوقتي وهنحطه على اللحمة. خلاص دي كده تمام، شايفين انا هسيبها بقى كده، هحطه بس الرز يعني اللحمة هضغطها بس كده شوية. هناخد بقى الرز نحطه كده هنا دلوقتي، واحط له شوية مية سخنين، احنا ممكن كمان على فكرة نعمل ايه، والله فكرة لطيفة، ممكن ان احنا نقلب الرز ده مع اللحمة دي ونخلي اللحمة اللي فضلت دي بس للوش، صح؟ ممكن تبقى لطيفة على فكرة. خلاص عملت كده، كده بتحبها؟ حطينا الرز، والله انا كده حبيت الطريقة دي اكتر. خلاص احنا كده حطينا الرز، هنسويه نص الخلطة جوه ونص الخلطة التانية على الوش، احسن حاجة.